صباح الخير جميعا. تعمق مرتقب اليوم إن شاء الله للمنخفض الجوي على المملكة، أمطار غزيرة، أيضا زخات من البرد والضباب، وربما أيضا بعض الزخات الثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وعودة الاستقرار الجوي يوم السبت. كل ذلك سأستعرضه معكم بالتفاصيل في هذه النشرة الجوية من تقس العرب، لكن بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. إذا يتوقع بمشيئة الله تعالى نهار هذا اليوم الخميس أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي المشار إليها هنا، حيث يتوقع أن يزداد تأثير العمق خلال ساعات نهار هذا اليوم، بحيث يتعمق وتتعمق تأثيرات هذا المنخفض الجوي. غدا الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير بقايا هذه الكتلة الهوائية الباردة، تبدأ بالتحرك شرقا بينما تتحرك يوم السبت مبتعدة تماما عن المملكة، ليعود الطقس المستقر بمشيئة الله تعالى. آخر صورة الأقمار الاصطناعية صباح هذا اليوم الباردة في مركز طقس العرب تشير إلى تواجد كميات كثيفة من السحب والغيوم الممطرة والمتواجدة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط والمتجهة باتجاه المناطق الشمالية والوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى. على وجه التحديد، حتى إذا أخذنا نظرة أقرب على صور الأقمار الاصطناعية نجد أن مناطق واسعة من شمال ووسط فلسطين يتوقع أن أو ما تشهد حاليا دخول كميات كثيفة من السحب والغيوم، وأيضا تلك المناطق المتاخمة أيضا للسواحل الفلسطينية تتواجد بها كميات كثيفة من السحب مترافقة مع تعمق هذا المنخفض الجوي. هذه السحب الغيوم متوقع أن تدخل إلى داخل اليابسة لتشمل المناطق الشمالية والوسطى من المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. توقعات النماذج الحاسوبية للأمطار والهطولات المطرية تشير إلى أن هناك تعمق مرتقب لهذه الأمطار، بحيث تصبح خلال ساعات النهار هذه الأمطار غزيرة بمشيئة الله تعالى، مترافقة هذه الأمطار مع تساقط لزخات من البرد لبعض الأوقات، أيضا قد تكون على شكل أمطار مخلوطة بالثلوج على المرتفعات الجبلية، أو حتى على شكل زخات ثلجية لبعض الأوقات فوق قمم المرتفعات العالية الشمالية والوسطى من المملكة. هذه الهطولات إجمالا يتوقع أن تكون في المنطقتين الشمالية والوسطى، لتمتد في وقت لاحق خلال ساعات نهار هذا اليوم إلى محافظة مأدبة. أيضا هذه الأمطار يتوقع أن تكون مترافقة أحيانا مع حدوث الرعد لبعض الأوقات، وتمتد في ساعات النهار تشمل أيضا بعض المناطق الشرقية من المملكة، تصل أيضا المفرع وربما أيضا أكثر شرقا من ذلك تصل أيضا أجزاء من الصفاوي والطريق الصحراوي المؤدي إلى العراق. زخات ثلجية مرتقبة على قمم العالية من مناطق البادية الشمالية الشرقية المتاخمة لجبل العرب، متوقعة مثال على ذلك منطقة أم القطين وأعالي منطقة الدفيانة صبحا وصبحية، هذه مناطق الأعالي منها قد تشهد منها بعض الزخات الثلجية بمشيئة الله تعالى. سحب كثيفة ملامسة لسطح الأرض أيضا مرتقبة لبعض الفترات على المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى، متوقع نهار هذا اليوم، الأمر الذي يؤدي لتشكل الضباب أحيانا في ساعات النهار. في جنوب المملكة وأيضا المناطق الشرقية رياح قوية متوقع أن تستمر خلال ساعات نهار هذا اليوم، تتسبب في إثارة الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية وتزيد من الشعور بالبرودة بشكل كبير خلال ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. مع دخولنا في ساعات المساء والليل يتوقع أن تمتد هذه الأمطار والهطولات إلى محافظة الكرك وحتى جنوبا إلى أعالي جبال الشراء. هذه قد تكون على شكل زخات ثلجية فوق قمم العالية جدا من محافظة الطفيلة، قمم الرشدية والقادسية، قد تشهد بعض الزخات الثلجية في ساعات الليلة القادمة، وأمطار توقع أن تصل إلى منطقة محافظة الكرك وأجزاء من الطفيلة مع استمرار هطول الأمطار التي قد تكون غزيرة أحيانا والمترافقة مع البرد في المنطقتين الشمالية والوسطى وبعض المناطق الشرقية كما نلاحظ من المملكة. خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة سحب كثيفة متوقعة أن تعبر المرتفعات الجبلية مسببة تشكلا للضباب الكثيف في أوقات عدة، وتدني لافت متوقع في مدى الرؤية الأفقية. المناطق التي لن تتعرض لهطولات مطرية من البادية الجنوبية الشرقية من المملكة والمرتفعات الجبلية العالية الجنوبية خاصة القسم الجنوبي من جبال الشراء يتوقع أن
تتعرض الكواتق إلى تدني لافت في درجات الحارة لتقترب من الصفر المئوي، الأمر الذي قد يؤدي لتشكل وحدوث الانجماد في المرتفعات العالية أو حدوث الصقيع في هذه الأراضي، خاصة مع تراجع متوقع في سرعة الرياح. يوم الجمعة تبقى المملكة تحت تأثير بقايا هذه الكتلة الهوائية الباردة، بحيث يتوقع أن تكون هناك هطولات مطرية عشوائية زخات متفرقة من الأمطار، لكن هذه المرة في مناطق واسعة من المملكة، بمقصد أن هناك اتساع جغرافي متوقع لهذه الزخات المطرية نهار يوم الجمعة، تشمل مناطق البادية الجنوبية والبادية الشرقية بالإضافة إلى بعض المناطق الرئيسية والمدن الرئيسية نهار يوم الجمعة. وبالتالي يمكن القول بأن ذروة الحالة هي يوم الخميس، ولكن الاتساع الجغرافي أكبر يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. لاحقا يوم الجمعة مع ساعات المساء والليل تتغير الأحوال الجوية بشكل تام، إذ تتناقص الغيوم بشكل تدريجي وتتراجع فرص هطول الأمطار في أغلب المناطق، تنخفض درجات الحرارة إلى ما يقارب الصفر المئوي، وذلك سيؤدي بمشيئة الله تعالى إلى حدوث الانجماد في الطرقات المبتلة مع ساعات متأخرة من الليل، وتشكل الصقيع في مساحات واسعة من المملكة بمشيئة الله تعالى. بالعودة للأحوال الجوية المتوقعة نهار هذا اليوم، إذن الأجواء في العاصمة عمان وعموم المناطق أجواء باردة إلى شديدة البرودة، أمطار ثلجية متوقعة أنها تكون إما مخلوطة بالبرد أو الثلج، مترافقة مع زخات من البرد أحيانا وحدوث الرعد في بعض الأوقات. درجات حرارة حد أقصى نهار هذا اليوم تصل إلى حدود 7 درجات مئوية، وهي أقل بكثير من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، اليوم 7 درجات نهارا، الليلة القادمة 3 درجات، أجواء جدا باردة، ضباب متوقع كثيف في بعض المناطق بما فيها مرتفعات العاصمة، وزخات من الأمطار مرتقبة بين الحين والآخر. تبقى فرص الأمطار قائمة يوم الجمعة، لكن هناك ارتفاع درجات حتى تصل إلى تقريبا 10 درجات مئوية في ساعات النهار، تبقى دون معدلاتها بالرغم من هذا الارتفاع. ليلا يتوقع تسود أجواء شديدة البرودة، تراجع في فرص الأمطار، تناقص في السحب، ولكن ازدياد في فرص الصقيع والانجماد، ودرجة حرارة الصغرى تقريبا حوالي 3 درجات مئوية تكون في عموم المناطق درجة الحرارة منخفضة. يوم السبت تعاود الأجواء للاستقرار، درجة حرارة العظمى 14 درجة مئوية في ساعات النهار، ظهور لبعض السحب والغيوم، وتحسن في درجات الحرارة في ساعات الليل تصبح حوالي 5 درجات مئوية. قبل الختام أتمنى لكم جميعا طبعا نهار سعيد أينما كنتم، لكن عليكم فقط أن تأخذوا ببعض هذه التوصيات السريعة، الانتباه من خطر شدة سرعة الرياح اليوم، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، ومن إثارة الغبار المرتقبة أحيانا في بعض الطرق الصحراوية. اليوم ينصح الجميع بالابتعاد عن المناطق المنخفضة، من هناك مخاطر من جريان الأودية والشعاب، وأيضا ربما تشكل السيول في بعض المناطق. ارتفاع منسوب المياه متوقع في أماكن تجمع المطر خلال ساعاتنا هذا اليوم في المنطقتين الشمالية والوسطى. اليوم القيادة أيضا يجب أن تكون في حذر وعلى حذر بسبب إما الضباب أو حتى بسبب انزلاق نتيجة زخات البرد. أيضا ندعوكم دائما إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. وبالنسبة للإخوة المزارعين ندعوكم إلى الانتباه من مخاطر تشكل الصقيع، خاصة ليلة الجمعة على السبت في مساحات زراعية واسعة. أتمنى لكم مرة أخرى نهار سعيد أينما كنتم. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.